خطفوه قدام عروسته وفيهم زفافه، والشارع كله كان بيجري ورا اللي خطفوه وبيحاولوا ينقذوه. وبعد كل الفوضى اللي حصلت في الشارع دي بتكتشف انه مقلب وكان بيهزر مع اصحابه. نعم يا حبيبي انت بتتكلم بجد؟ انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لشاب واقف مستني عروسته قدام الكوافير، وبعد ما عروسته بتخرج له بتركب العربية وعريسها بيلف عشان يركب جنبها، لكننا بنتفاجئ كلنا بعربية تانية بتيجي تخطف العريس وتمشي، والناس كلها بتجري ورا العربية عشان تلحقه لكنهم ما بيقدروش. بعد كده بيظهر فيديو تاني لأهل العريس وهم قاعدين في بيتهم بيعيطوا على ابنهم، وعروسته كمان قاعدة تقريبا مغمى عليها، وكلهم بيعيشوا حالة من الحزن. لكن اللي بيصور الفيديو عمال يقرب الكاميرا من كل واحد قاعد وبالبلدي كده بيقول له عيط اكتر خلي الناس تتأثر. ورواد السوشيال ميديا بدأوا ينشروا الفيديو كلهم زعلانين على الشاب اللي اتخطف، لكننا في النهاية بنلاقي فيديو جديد من الشاب نفسه، والحمد لله الشاب ظهر اهو ورجع بعد ما كان مخطوف. لكن المفاجأة كانت في كلام العريس بقى، واللي قال في الفيديو يا جماعة أنا كنت بهزر معاكم وده كان مقلب مرتبه أنا وصحابي عشان نعمل ترند جديد، وبيشكر كل الناس اللي قالوا عليه وسألوه على الفترة الأخيرة. لا يا راجل بجد كنت بتهزر؟ طب ما تقول كده من الاول يا عم. خلاص يا جماعه الراجل طلع بيهزر ما تقلقوش. طب والناس اللي كانت بتجري في الشارع دي؟ طب والراجل اللي كان بيسوق وكان بيحاول يهرب من الناس اللي بتجري وراه وده كان ممكن يعمل حادثه يموت فيها حد، كل ده كان هزار؟ طب يا عم رامز جلال انت احب اقول لك انك هتتعاقب، خصوصا بعد ما النيابه طلعت امر ضبط واحضار لحضرتك، وهتتحاسب بتهمه نشر اخبار كاذبه ونشر الفوضى في الشارع المصري. ما اللي انت ما تعرفوش ان الفيديو اللي انت اتخطفت فيه لما انتشر السلطات بدات تفحص الفيديو ويحاولوا يوصلوا الملابسات الواقعه عشان يجيبوا لك حق، فالبس بقى يا حبيبي وخلي الترند ينفعك.